السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاك محبا إن شاء الله تكونوا كل لاباس وبأحسن حال. ما حندير معاكم الكويس بنات الدجاج محمرة في الفور مع البطاطا، يعني الوصفة تاعنا تاع بكري. كيما نقولو حنا بطاطا كوشة، مي درتها كيما يقول واحد على درتها على حسابي. البنات واش درت هنا؟ درت شوية زعفران في الدجاج، غسلته مليح البنات، ودرت له القارص، نمسحه مليح بالقارص، يعني نيتويه بيان بالقارص والزعفران. ابخي البنات نشللو ونقطرو ونخليه. هنا شللته، هنا قصيت البصله، درت زوج حبات بصله كبار، فلفل حلو احمر وخضر. هنا لحت الثوم، حكمت الغيسيبيون لحت فيه الدجاج، لحت شويه زيت زيتون، المعدن الشيحه، الثوم، بابريكا، الفلفل الكحل، الكزبر والملح. البنات وشويه زيت زيتون كما راكم تشوفوا. هنا لحت نص مغرفه تاع طماطم، المعدنوس. البنات هذيك هي حبة تاع طماطم مرحية مرابية، ونخلط كلش. سما الدجاج، فلفل الكحل، الملح، الكزبر، الدبشة ولا معدنوس فري، وديدو شوي معدنوس شايح ولا ديرو زعتر. البنات وديرو شوي زيت زيتون ولا زيت نورمال، وزيدو ديرو شوية تاع طماطم كونسونطخي مع طماطم رابي. البنات وتخلطو كلشي. هنا حكمت البلاطو تاعي، فرشت عليه البصلة، نزيد نفرش عليه الفلفل الحلو الاحمر والخضر. ابخي البنات لوح دجاج اللي عندنا تحبوا، انا درت بلي بينو، اللي يحب يدير بلي كويس كومبلي، اللي يحب يدير بزدر، اللي يحب يدير بالكوتليت كيما تبغيو. هنا البطاطا اللي عندي البنات مشي كبيره، سما ما قصيتهاش، خليتها نقيتها وخليتها هي، يعني هي بسك صغيره. لوح البنات ندير شويه زيت زيتون عليهم، نزيد ندير لهم شوي ملح. هنا نحكمو الدجاج نتاعنا نحطوه، ابخي البنات نحكمو البطاطا اللي قلت لكم نقيتها وما قصيتهاش، حتى نديرها شوي في غيسبيون، نديرها شوي زيت نتاع زيت وحدها. نديرها هنايا شوي ثوم شايح، نديلها الملح والفلفل الكحل، شوية معدنوس ولا دبشة، انا درت معدنوس. البنات كيما راكم تشوفون نخلطها كامل ونعدلها في البلاطو مع الدجاج. البنات كيما راكم تشوفوا البنات تجيكم هايلة هايلة، والطماطم والفلفل الحار قليتهم وحدهم. هذاك الخليط اللي كدرتها اللي درنا بها الدجاج لا ماريناد، لحت لها نص كاس تاع ماء. البنات نشلل بيان الغيسيبيون تاعي واللوحه في البلاطو تاعنا، نفرخها كامل ونغطيها البنات بالبابي كويسون وبابي الومنيوم، ونحطو في الفور. يعني ان بلا فيت في وحاجه مليحه، وديروها حتى كي يجيكم ضيف، يعني سي بريزونطابل، يعني حاجه دو لوكس كيما نقولو حنا. بطاطا كوشه شويه موديل، لحت لها غرام تاع فلفل، بابي كويسون، بابي الومنيوم، حطيتهم في الفور على 200 درجه. خليتهم طابو شويه، بعد ما طابو نحيت البابي وخليتهم حمارو لي من فوق. شوفوا البنات لاصوص راهي غير مزيته، الخضرة تاعنا طابت. وبنات وفي جهة أخرى قليت طماطم، درتهم طومات، بنات درت هادي ترونش مع فلفل حار. وهنا هاكو شفتوا لا ديكو تاعي، جا بلان هايل ما شاء الله. وهذه هي الوصفة تاعنا، درتها مع سلطة والخبز، وهيا بقوا على خير ان شاء الله على بروشان غوتات. السلام على الحباب.